حلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعرف ونثبت تعريف الطوابع الكانون MF4780W من الكمبيوتر او اللابتوب. وحلقه النهارده مكونه من 3 فقرات. الفقره الاولى هنتعلم ازاي نثبت تعريف الطوابع باستخدام الكابل USB، والفقره الثانيه هنتعلم ازاي نثبت تعريف الطوابع باستخدام الراوتر الواي فاي، والفقره الثالثه هنتعلم ازاي نستخدم الماسح الضوئي او الاسكالر. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح للفقره الاولى، وهي خطوات تثبيت تعريف الطوابع باستخدام الكابل USB. فيلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتبع الخطوات واحده واحده مع بعض. فيلا بينا. مبدئيا كده يا جماعه انا سايب لكم رابطين تحت الفيديو في خانه الوصف، او ممكن تلاقيهم في اول تعليق. الرابط الاولاني لمجرد انك تضغط عليه هيبدا في تحميل نسخه من الاسطوانه الاصليه المرفقه مع الطوابع، تقدر تحملها بكل سهوله وهتظهر لك بالشكل ده كده. تمام، لو ضغطنا كليك اليمين عليها كده ونختار اكستراكت اير هيبدا يقول لك دخل كلمه المرور، وكلمه المرور من 9 على 1 عد تنازلي زي ما انتم شايفين كده. المشكله هنا ان التعريف اللي مرفق مع الطابعه ده كان اصدار قديم شويه، يعني عشان تقدر تستخدم التعريف ده لازم يكون نظام التشغيل بتاع الكمبيوتر او اللابتوب اللي هتثبت عليه تعريف الطوابع يكون 32 بت مش 64 بت. يعني لو هو 32 بت فهتقدر تستخدم التعريف اللي هو الاصلي اللي هو نسخه التعريف الاصليه. لو ضغطنا كده تمام واخترنا لو الاختيار الثالث من تحت واخترنا ايه كده هيجي لك الرساله دي في حاله انك نظام التشغيل بتاعك 64 بت. تمام، لكن لو انت 32 بت هيفتح لك قائمة عادي جدا وتبدأ تتبع باقي الخطوات. لكن لو انت 64 بت مش 32 بت هتلاقي الرابط التاني لمجرد انك تضغط عليه كده هيحول لك لصفحة كانون الرسمية عشان نقدر نحمل ونثبت تعريف الطوابع. هننزل تحت شوية كده ونختار الاختيار ده اللي هو مكتوب عليه UFR2 فاكس سكان جير، نختار داونلود. تمام، ثم نختار داونلود مرة أخرى، ثم ننتظر لحد ما يحمل التعريف بتاعنا. هنقفل دي كده من هنا تمام، ونبدا نحمل تعريف الماسح الضوئي او الاسكانر. تمام، هنيجي هنا هنختار سوفت وير، يعني ده الدرايفر وده نختار كده سوفت وير اهو بالطريقه دي كده، ثم هننزل تحت شويه كده تمام لحد ما يجي الاختيار اسمه تول بوكس اهو بالطريقه دي كده. ننزل تحت شويه ونختار داونلود، ثم هنختار داونلود مره اخرى. يبقى احنا كده بنحمل تعريف البرنتر وكمان تعريف الماسح الضوئي او الاسكانر، او زي ما انتم شايفين قال لك هنا دن وهنا دن، يعني كده حملنا التعريفين. كده الصفحة دي احنا مش محتاجينها في أي حاجة، نقفلها خلاص مش محتاجين في أي حاجة، ونروح على فولدر التنزيلات أو الداونلودز أهوت. طبعا هيظهر لك هنا أهو اختيارين، ده مكتوب عليه التول بوكس اللي هو الخاص بالاسكانر، وده MF4700 درايفر تمام، يبقى هو ده التعريف. كليك اليمين كده بكل سهولة ونختار اكستراكت هير. تمام، هيبدأ يفك الضغط بتاع التعريف. بعد كده هيظهر لك 3 اختيارات تحت هم. تمام، بعد ما فكينا الضغط هنختار درايفرز عادي جدا كده تمام، ونختار UKANG، ونختار طبعا نظام التشغيل بتاعك 32 او 64، فطبعا انا نزلت ال 64 فهختار 64، ثم نختار الاختيار الاخير سيت اب اهو بالطريقه دي كده، ثم نختار يس، ثم نختار نيكست، ثم نختار يس، ثم طبعا هنسيبها زي ما هي على USB connection. تمام، لاننا هنعرف الطوابع باستخدام كابل USB، فهنختار نيكست. وطبعا الخطوه دي ممكن تطول معاك، وده بيعتمد على جهاز الكمبيوتر او اللابتوب اللي انت بتعرف عليه تعريف البرنتر. لو هو امكانياته سريعه الخطوه دي هتجري بسرعه، لو هو قديم او امكانياته بطيئه فطبعا الخطوه دي هتطول معاك. واول ما يظهر لك الرساله اللي قدامك دي معناه انك عرفت الطوابع باللابتوب بنجاح بكل سهوله. ودلوقتي هنبدا نركب الكابل USB الواصل بين الطوابع والكمبيوتر او الطوابع واللابتوب، وهنختار اكس. ودلوقتي وصلنا مع بعض للفقره الثانيه، وهي خطوه تثبيت تعريف الطوابع باستخدام الراوتر الواي فاي. واول ما تلاحظ اللمبه دي منوره ثابت كده يبقى البرنتر دي اتوصلت بالراوتر الواي فاي بنجاح. طب دلوقتي عايز اعرف ازاي وصلنا الطوابع بالراوتر، ده هتلاقيه في الفيديو اللي فات. انا سايب لك الفيديو ده في رابط تحت الحلقه دي في خانه الوصف، او ممكن تلاقيها في اول تعليق. هتتبع الخطوات دي وان شاء الله الطابعه تتعرف بالراوتر الواي فاي بنجاح. ودلوقتي هنروح مع بعض لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتبع الخطوات واحده واحده مع بعض. فيلا بينا. دلوقتي هنقف على نفس الخطوه بتاعت التعريف عادي جدا، ونختار سيت اب الابل الاخيره كده بالطريقه دي كده، ثم هنختار يس، ثم هنختار نيكست، ثم هنختار يس، ثم طبعا هنختار تاني اختيار نتورك كونكشن اهو، ثم نختار نيكست، ثم هنختار يس،
ودلوقتي بيبحث على الطبعة بتاعتك اللي موجودة جوه الراوتر. طبعا زي ما انتم شايفين شاف الطبعة بتاعتي اهيت، تمام. هنختارها كده ثم نختار نيكست، ثم نختار نيكست، نيكست مرة أخرى، تمام. هنختار نيكست، هنختار نيكست، هنختار نيكست، هنختار ستارت. ودلوقتي جالي تثبيت الخطوة دي، ممكن الخطوة دي برضو تطول معاك، فبتنتظر لحد ما تنتهي خالص وتسيبها براحتها، ما تستعجلش نهائي. وأول ما يظهر لك القائمة اللي قدامك دي، تمام، بنختار نيكست، ثم نختار نيكست. الطبعة هتبدأ تطبع ورقة كده تقول لك إن هي تعرفت يعني. أي زي ما شايفين قامت كميكانيكا. هنختار اكسل. وبكده ثبتنا تعريف الطوابع من خلال الراوتر الواي فاي بنجاح. طب دلوقتي انا عرفت الطوابع مرتين، مره من كابل يو اس بي ومره من خلال الراوتر الواي فاي. عاوز لما اجي اطبع ابقى عارف انا بطبع من الكابل ولا بطبع من الراوتر. الموضوع بسيط جدا. هنروح هنا على الكنترول بانل ديت، ولو ما لقيتهاش على سطح المكتب ممكن تعمل سيرش وتبحث عليها. ثم نختار ديفايسز اند برنترز، او زي ما انتم شايفين الطوابع متعرفه كذا مره. اي واحده مكتوب عليها فاكس كده يبقى دي فاكس. اهي ماشي. في الحاله دي هنشيل الكابل اليو اس بي، واللي تنتفي فيهم يبقى دي من خلال الكابل اليو اس بي، او زي ما انتم شايفين دي انطفت. طب عايزين نتاكد اكتر كده، نركب الكابل اهي، يبقى دي من خلال الكابل اليو اس بي. كليكين عليه عادي جدا كده، كليك المين يعني، نختار برنتر بيرتس كده، تمام. هتلاقي فيه فاكس وهتلاقي فيه مكتوب عليه سيريز يو اف ار 2، يبقى دي البرنتر ودي الفاكس. طبعا احنا عايزين البرنتر مش عايزين الفاكس، فهنختار سيريز يو اف ار 2 كده اهي، تمام. ثم الكلام اللي بالازرق ده هيتمسح كده، تمام، ونكتب من خلال الكابل ونختار اوكي اهي بالطريقه دي كده. ودي اكيد من خلال الراوتر الواي فاي. كليك يمين عليه عادي جدا كده، ثم نختار برنتر بروبرتيز، ثم نمسح الكلام الازرق ده ونكتب من خلال راوتر. عايزين نتاكد اكتر ان هي من الراوتر، هنشيل الكابل اليو اس بي دلوقتي حالا اللي واصل بالكمبيوتر او اللابتوب، ونبدا نضغط على كلمه برنت تيست بيج كده. لو طبعت يبقى دي من الراوتر. انا كده بالنسبه لي دي طبعت، فطبعا هختار اوكي عشان الكلام ده يثبت على الراوتر الواي فاي. يبقى كده اثناء الطباعه هتقدر تختار انك تطبع من الكابل اليو اس بي ولا تطبع من خلال الراوتر الواي فاي. الموضوع سهل كده. ودلوقتي وصلنا مع بعض للفقره الثالثه والاخيره، وهي خطوات تعريف واستخدام المسح الضوئي او السكانر من الكمبيوتر او اللابتوب. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونمشي خطوات واحده واحده مع بعض. فيلا بينا. دلوقتي هنروح لقائمه التنزيلات او قائمه التحميلات اللي موجوده عندنا داونلود زيت. هتلاقي اختيار بتاعنا اسمه تول بوكس، هو ده الخاص بتعريف المسح الضوئي او السكانر. كليك اليمين عليه عادي جدا كده، نختار اكستراكت هير، تمام. تعريف الاسكانر هيفك الضغط بالطريقه دي كده، هنختار سيت اب اهي دي كده، ثم هنختار يس. طبعا تعريف الاسكانر ده ما فيهوش اي تعقيدات، هنختار نيكست، هنختار يس، هنختار نيكست، نيكست، ستارت. بس كده هو كده اتعرف خلاص. بننتظر بقى لحد ما التعريف ده يوصل للاخر، وكده خلصنا تعريف الاسكانر. ما فيهوش اي خطوات صعبه زي تعريف الواي فاي او الكابل يو اس بي. او يبدا ينزل لنا بقى برنامج هنا على الديسك توب اسمه ام اف تول بوكس، هو ده تعريف المسح الضوئي او السكانر. دلوقتي هيظهر لنا هنا ان بيقول لك ان تم اكتمال تثبيت الام اف تول بوكس، تمام. هنختار اكس. لو جينا فتحنا الام اف تول بوكس دلوقتي كده هتختار يس اهو كده، وممكن ما تظهر لكش. هيظهر لك القائمه دي دلوقتي حالا. ده تعريف برنتر ثانيه، تمام. ده السكانر بتاعه، انا هختار سيريز، تمام. طب ايه الفرق بين سيريز دي وسيريز اللي هي فيه ارقام؟ سيريز دي يبقى انت هتعمل سكان باستخدام الكابل اليو اس بي، يعني لازم تكون مركب الكابل اليو اس بي ما بين الكمبيوتر والبرنتر، تمام، وبنختار سيريز. لكن لو انت اخترت اللي فيها كلام كتير ده كده، فيها حروف وارقام كتير دي كده، يبقى انت هتستخدم الاسكان او المسح الضوئي باستخدام الراوتر الواي فاي. كده عرفنا الفرق بين الاثنين، انا هختار سيريز عامه، ثم هنختار اوكي. اهو دلوقتي فتحت قدامنا بالطريقه دي. في اوقات بعض انظمه التشغيل الكمبيوتر او اللابتوب بيحتاج انك تعمل له اعاده تشغيل بعد تعريف المسح الضوئي، وفي بعض انظمه التشغيل زي اللي حصل قدامي ده ما احتاجش، اشتغل على طول.
تمام. دلوقتي انا عاوز اعمل سكان، عندك صيغتين في الاسكان، في صيغه البي دي اف اللي هو صيغه المسندات او ملفات، وفي صيغه اسمها صيغه الجي بي اي جي. الجي بي اي جي دي اللي هي الصور، انك تعمل سكان وتحفظها كصوره، تمام. فانا عايز اعمل مره دي ومره دي. الموضوع بسيط جدا، انا هختار البي دي اف، تمام كده. هيظهر لك اختيارات كتير قوي زي ما انت شايف كده. اول حاجه سيلكت سورس، ده مصدر سحب الاوراق، عايزه من جهاز الاي دي اف، تمام اهو. هيبقى هتختار فيدر لو ده في حاله انك هتعمل سكان من الفيدر او الاي دي اف اللي هو بيسحب الاوراق تلقائيا ورا بعض، يعني بيسحب مجموعه اوراق، او ممكن تحط ورقه عادي جدا. لكن لو انت معاك اي حاجه غير ورقيه اللي هي باسبور، كتاب، بطاقه هويه، هنعمل الاختيار ده كده ونختار بلاتين جليسس، تمام. انا بحب اسيبها على اوتو بصراحه، اوتو مود بالطريقه دي كده. عندك هنا تاني اختيار بيبر سايز، ده بتسيبه زي ما هو على اي 4، تمام، افضل يعني. تالت اختيار اسكان مود، لو ضغطت ضغطه كده هيظهر لك اربع اختيارات. اول اختيار مكتوب عليه بلاك اند وايت، يعني الاسكان ده هتطلعه بالابيض والاسود، ما فيهوش الوان. تاني اختيار ده جري سكيلز، يعني التزريج الرمادي، يعني حاجه كده زي الابيض والاسود بس بهتنا سنه. تالت اختيار ورابع اختيار الاثنين واحد. كلر دي يبقى هتطلع كل حاجه بالاسكان بالاسود والالوان مع بعض، فانا بحسبها زي ما هي كده بالاسود والالوان. رابع اختيار مكتوب عليه ايمج كواليتي، ده خاص بالدي بي اي اللي هو دقه او جوده الماسح الضوئي، تمام. لو ضغطنا كده اقل حاجه عندك 75 دي بي اي واعلى حاجه 300 دي بي اي، مع العلم ان كل ما الدي بي اي بيقل كل ما الاسكان بيبقى اسرع معاك وكل ما الجوده تقل معاك، وكل ما الدي بي اي بيعلى معاك كل ما الاسكان يبقى سريع معاك والجوده اعلى. فايل نيم ده الفايل اللي انت هتسميه، هتسميه مثلا او احمد السيد اللي هو اسمي يعني، تمام. ونسيبها كده، وده مكان الحفظ بالاسكان، وهنعرفه مع بعض المكان ده بيتحفظ فين في حاله انك عايز تعرف الاسكان ده مكانه وتتعدل عليه يعني عادي. خلصنا كل حاجه احنا عايزينها، تمام. بنبدا نفتح باب المسح الضوئي طبعا كده، ونحط الورقه اللي انت عايز تعملها اسكان والشاهد الاسفل وكاننا بنصورها، ونقفل باب المسح الضوئي. وبتيجي هنا بتعمل خطوه لغنى عنها، خطوه مهمه جدا، وانك بتختار اسكان وتختار تحت ريموت اسكانر. الخطوه دي لو ما عملتهاش الاسكان مش هيشتغل معاك. خلصنا كل حاجه زي ما اتعلمنا، هنختار ستار او بيقول لك اسكاننج، وهتلاقي ان في صوت كده جاي من جوه البرنتر، ده معناه الاسكان بيتحرك عشان ياخد مسح ويحوله على الكمبيوتر او اللابتوب. طبعا الدي بي اي كل ما بيعلى كل ما هتلاقي بطء في الاسكان زي ما اتعلمنا. انا عامله على اعلى حاجه زي ما انتم شايفين 300 دي بي اي، وزي ما انتم شايفين خلص الاسكان خلاص. والرساله دي بتظهر في حاله واحده بس، في حاله انك بتعمل اسكان بصيغه البي دي اف. وهنا بيقول لك لو في ورقه ثانيه وورقه ثالثه وورقه رابعه وورقه خامسه مثلا، هتحطهم ورا بعض في نفس الاسكان وتحفظهم في نفس الملف في بي دي اف، بتبدا تشيل الورقه اللي هتزيد برينتر وتحط الورقه اللي بعديها، ونختار نيكست وهكذا معاك لحد مليون ورقه عادي، مفيش اي مشاكل. لكن لو هي ورقه واحده بس ومش عايز تعمل اسكان وتحفظها في ورقه واحده، فبتختار فينيش بالطريقه دي كده، ودي بتظهر في حاله صيغه البي دي اف فقط او احمد السيد. وتحافظت في تاريخ اليوم الاسكان 6/6. لو رجعنا خطوه لورا كده ايوه، اتفتح بتاريخ يوم الاسكان 6/6، وطبعا بكره لما تيجي تعمل اسكان هيفتح لك ملف بعدي ويكتب لك 7/6/2024 وهكذا. طب دلوقتي لو حبيت اعمل اسكان لصوره، تمام، لصوره بختار كلر اسكان ديت، تمام، وبتسيبها زي ما هي كده، بس انا عايز اخف الدي بي اي شويه عشان تبقى اسرع معايا. وباجي هنا كده عند سيف اس تايب، بخليها هنا جي بي اي جي اهي كده، ثم نختار ستارت، هي هتلاقيها بقت اسرع من ال 300 دي بي اي. بص دلوقتي ما قالش ان في ورقه عايز تحفظها تاني ولا لا، عشان بتعمل بصيغه الجي بي جي. جي بي جي دي الصور اللي هي بتتحفظ صوره صوره صوره، بعكس البي دي اف تقدر تحفظ اكتر من ورقه او اكتر من صوره في ملف بي دي اف واحد. طب افرض دلوقتي انا عايز اعرف المكان الاسكان ده موجود فين، موضوع بسيط، هنختار مثلا زد بي سي، تمام، هنيجي نختار بيكتشر، ده المكان اللي بتحفظ فيه الاسكان عامه اهو، وبختار اليوم اللي اتعمل فيه سكان
زي ما انتم شايفين كده. الموضوع سهل كده. وطبعا دلوقتي عشان تيجي تستخدم طباعة او تصوير لازم تضغط على زر الكوبي كده تمام، لان في حاله مختار ان هي متحدده على ويتنج اونلاين على سكانر البرينتر مش هتاخد اي امر طباعه، لازم تعمل كوبي كده. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى ان اعجبكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار ليكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.